هل يمكن أن تكون المشاكل الجنسية والمثانة من أعراض مرض السكري؟ السكري والمشاكل الجنسية والمثانة. لمحة: تعد المشاكل الجنسية ومشاكل المثانة شائعة مع تقدم العمر، ولكن مرض السكري يمكن أن يزيد هذه المشاكل سوءاً. قد تواجه أنت أو شريكك مشكلة في ممارسة الجنس أو الاستمتاع به، أو قد يتسرب البول أو تواجه مشكلة في إفراغ المثانة بشكل طبيعي. يمكن أن تتلف الأوعية الدموية والأعصاب بسبب تأثيرات ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتسمى أيضاً نسبة السكر في الدم. يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى مشاكل جنسية ومثانة. يعد الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم في النطاق المستهدف طريقة مهمة لمنع تلف الأوعية الدموية والأعصاب. تالياً سوف نستعرض بعض المشاكل التي قد تكون علامات على أنك تحتاج إلى إدارة مرض السكري الخاص بك بطريقة مختلفة. تذكر أن الحياة الجنسية الصحية والمثانة السليمة يمكن أن يحسن نوعية حياتك، لذا اتخذ إجراءً الآن إذا كانت لديك مخاوف. اعمل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك للمساعدة في منع أو علاج المشاكل الجنسية والمثانة. هل يمكن أن تكون المشاكل الجنسية والمثانة من أعراض مرض السكري؟ نعم، قد تكون التغييرات في الوظيفة الجنسية أو عادات المثانة علامة على إصابتك بداء السكري. يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري، المعروف أيضاً باسم الاعتلال العصبي السكري، إلى تلف أجزاء من الجسم مثل الأعضاء التناسلية أو المسالك البولية على سبيل المثال. قد يصاب الرجال المصابون بالسكري بضعف الانتصاب AD قبل 10 إلى 15 عاماً من الرجال غير المصابين بالسكري. تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كان لديك أي أعراض لمرض السكري، بما في ذلك المشاكل الجنسية والمثانة. متى يجب أن أرى طبيباً بشأن مشاكل الجنسية أو المثانة؟ قم بزيارة أخصائي الرعاية الصحية لمشاكل الجنس أو المثانة. قد تكون هذه المشاكل علامة على أنك بحاجة إلى إدارة مرض السكري بشكل مختلف. قد تجد أنه من المحرج وصعب التحدث عن هذه الأشياء، ومع ذلك تذكر أن أخصائيي الرعاية الصحية مدربون على التحدث مع الناس حول كل نوع من المشاكل الصحية. يستحق كل فرد أن تكون له علاقات صحية وأن يستمتع بالأنشطة التي يحبونها. ما الذي يجعلني أكثر عرضة للإصابة بمشاكل جنسية أو مشاكل في المثانة؟ تزداد احتمالية إصابتك بمشكلات جنسية أو في المثانة إذا كنت مصاباً بداء السكري ولديك ارتفاع في نسبة الجلوكوز في الدم لا يتم التحكم فيه بشكل جيد، ويسمى أيضاً ارتفاع نسبة السكر في الدم. لديك تلف في الأعصاب يسمى أيضاً اعتلال الأعصاب. لديك ارتفاع في ضغط الدم لا يعالج. لديهم نسبة عالية من الكوليسترول لم يتم علاجها. كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. لا تمارس الرياضة أو غير نشط بدنياً، أو نمط حياتك خال من مقدار الحركة الأقل المطلوبة. تناول أدوية معينة. شرب الكثير من المشروبات الكحولية. التدخين. تشير الأبحاث أيضاً إلى أن بعض الجينات قد تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة باعتلال الأعصاب السكري. ما هي المشاكل الجنسية التي يمكن أن يعاني منها الرجال المصابون بالسكري؟ قد تجعل التغييرات في الأوعية الدموية والأعصاب والهرمونات والصحة العاطفية أثناء مرض السكري من الصعب عليك ممارسة الجنس بشكل مرضي. قد يجعل مرض السكري والتحديات المرتبطة به من الصعب عليك إنجاب طفل. من المشاكل التي يعاني منها المصابون بداء السكري: أولاً، الضعف الجنسي لدى الرجال. أنت مصاب بضعف الانتصاب إذا كنت غير قادر على الحصول على انتصاب ثابت أو الحفاظ عليه بما يكفي لممارسة الجنس بشكل مرضي. أكثر من نصف الرجال المصابين بداء السكري سيصابون بضعف الانتصاب. الرجال الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب أكثر بثلاث مرات من الرجال الذين لا يعانون من مرض السكري. قد تساعد الإدارة الجيدة لمرض السكري في منع وعلاج الضعف الجنسي الناجم عن تلف الأعصاب ومشاكل الدورة الدموية.
يمكن للطبيب المساعدة في علاج الضعف الجنسي بالأدوية أو تغيير خطة رعاية مرض السكري الخاصة بك. ثانياً، القذف إلى الوراء. في حالات نادرة يمكن أن يتسبب مرض السكري في القذف إلى الوراء، وهو عندما يذهب جزء أو كل السائل المنوي إلى المثانة بدلاً من خروجها من القضيب أثناء القذف. أثناء القذف المرتجع، يدخل السائل المنوي مثانتك ويختلط مع البول ويتم التبول بكل أريحية. يمكن أن تظهر عينة من البول بعد القذف ما إذا كنت تعاني من القذف الرجعي. قد لا يقذف بعض الرجال الذين يعانون من القذف المرتجع على الإطلاق. ثالثاً، تقوس القضيب. الرجال المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض بيروني، المعروف أيضاً باسم انحناء القضيب، أكثر من الرجال الذين لا يعانون من مرض السكري. الرجال المصابون بمرض بيروني لديهم نسيج ندبي يسمى اللويحة في القضيب، مما يجعله ينحني عند الانتصاب. الانحناءات في القضيب يمكن أن تجعل الجماع مؤلماً أو صعباً. قد يعاني بعض الرجال المصابين بمرض بيروني من الضعف الجنسي. رابعاً، انخفاض هرمون التستوستيرون. تنخفض مستويات التستوستيرون لدى الرجال بشكل طبيعي مع تقدم العمر. مع ذلك، قد تكون مستويات هرمون التستوستيرون الأقل من المعتاد هي سبب ضعف الانتصاب لدى بعض الرجال، أو يمكن أن تفسر سبب شعور بعض الرجال بالتعب والاكتئاب أو انخفاض الدافع الجنسي. الرجال المصابون بداء السكري، وخاصة كبار السن والذين يعانون من زيادة الوزن، هم أكثر عرضة للإصابة بانخفاض هرمون التستوستيرون. إذا كان طبيبك يعتقد أنه قد يكون لديك انخفاض في التستوستيرون، فمن المحتمل أن يطلب منك إعطاء عينة دم، وسيقوم أخصائي الرعاية الصحية بإجراء فحص بدني. قد يقترح طبيبك معالجة انخفاض هرمون التستوستيرون لديك بوصفة من الجل أو الحقن أو اللاصقة. تظهر العديد من الدراسات أنه إلى جانب الإدارة الجيدة لمرض السكري، يمكن أن يقلل علاج التستوستيرون من المشاكل الجنسية للرجل. ومع ذلك، قد ينطوي علاج التستوستيرون على مخاطر جسيمة، وقد لا يكون آمناً لجميع الرجال. تحدث مع طبيبك حول الآثار الجانبية للعلاج بالتستوستيرون وما إذا كان مناسباً لك. خامساً، مشاكل الخصوبة. تظهر بعض الدراسات أن الرجال المصابين بداء السكري قد يعانون من مشاكل في الحيوانات المنوية، مما يجعل الحمل أكثر صعوبة. يمكن أن يكون الحيوان المنوي بطيئاً أو لا يتحرك جيداً، أو قد لا تتمكن الحيوانات المنوية من تخصيب بويضة المرأة جيداً. قد يساعد العمل عن كثب مع شريكك وأخصائي الرعاية الصحية المدرب في مشاكل الخصوبة. إذا أنت وشريكك ترغبان في إنجاب طفل، فقد يعالج طبيبك القذف المرتجع الناجم عن مرض السكري بالأدوية، أو عن طريق تغيير خطة رعاية مرض السكري الخاصة بك، أو تحدث مع طبيب مسالك بولية خبير في الخصوبة. قد يكون قادراً على جمع الحيوانات المنوية من بولك ثم استخدامها للتلقيح الاصطناعي. ما هي المشاكل الجنسية التي يمكن أن تعاني منها النساء المصابات بداء السكري؟ يمكن أن يكون سبب انخفاض الرغبة الجنسية والاستجابة وجفاف المهبل والجنس المؤلم هو تلف الأعصاب وانخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية والتغيرات الهرمونية. يمكن أن تسبب الحالات الأخرى هذه المشاكل أيضاً، بما في ذلك انقطاع الطمث والارتباط الخارجي. إذا لاحظت تغييراً في حياتك الجنسية، فتحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك. قد يساعد الفحص البدني الذي سيتضمن فحص الحوض واختبارات الدم والبول طبيبك في العثور على سبب مشاكلك. انخفاض الرغبة الجنسية والاستجابة. يمكن أن تشمل الرغبة الجنسية المنخفضة والاستجابة الجنسية ما يلي: عدم القدرة على الاستثارة أو البقاء منتصباً، عدم وجود ما يكفي من التزليق المهبلي، انخفاض أو انعدام الإحساس في أعضائك التناسلية، عدم القدرة على الحصول على هزة الجماع أو نادراً ما يكون لديك واحدة. مع مرض السكري من المحتمل أن يمر جسمك وعقلك بالعديد من التغييرات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر كل من مستويات الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة في الدم على كيفية الاستيقاظ وما إذا كنت تثيره. قد تجد نفسك متعباً أكثر من المعتاد أو مكتئباً وقلقاً، مما يجعلك أقل اهتماماً بالجنس.
يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك مساعدتك في إجراء تغييرات على خطة رعاية داء السكري الخاصة بك حتى تعود إلى المسار الصحيح. النساء اللواتي يحافظن على مستويات الجلوكوز في الدم في النطاق المستهدف أقل عرضة لتلف الأعصاب، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية والاستجابة. الجنس المؤلم. تقول بعض النساء المصابات بداء السكري إنهن يمارسن الجماع الجنسي غير المريح أو المؤلم. يمكن أن تتضرر الأعصاب التي تعطي إشارات للمهبل بالتزليق أو الترطيب لتسهيل عملية إدخال القضيب وتقليل الألم أثناء التحفيز بسبب مرض السكري. قد تساعدك وصفة طبية أو مزلق مهبلي متاح بدون وصفة طبية إذا كنت تعانين من جفاف المهبل. يمكن أن تساعد إدارة مستوى الجلوكوز في الدم جيداً على مدى عدة أسابيع وشهور وسنوات في منع تلف الأعصاب. التهابات وفطريات المثانة. النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة، لأن كائنات الخميرة يمكن أن تنمو بسهولة أكبر عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى. يمكن أن تكون عدوى الخميرة مزعجة أو مؤلمة وتمنعك من الاستمتاع بالأنشطة، بما في ذلك ممارسة الجنس. على الرغم من أنه يمكن علاج بعض عدوى الخميرة في المنزل، تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية أولاً حول الأعراض. تتشابه بعض أعراض عدوى الخميرة مع أنواع أخرى من العدوى، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسياً. مخاوف الحمل ومشاكل الخصوبة. إذا كنت مصابة بداء السكري وتخططين للحمل، فمن المهم أن تقترب مستويات الجلوكوز في الدم من النطاق المستهدف قبل الحمل. يمكن أن يؤذي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم طفلك خلال الأسابيع الأولى من الحمل، حتى قبل أن تعرفي أنك حامل. إذا كنت مصابة بداء السكري وأنت حامل بالفعل، فاستشيري طبيبك في أقرب وقت ممكن لوضع خطة لإدارة مرض السكري لديك. يمكن أن يساعدك العمل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك واتباع خطة إدارة مرض السكري في الحصول على حمل صحي وطفل سليم. يمكن لحالات مثل السمنة ومتلازمة تكيس المبايض BCOS المرتبط بمرض السكري قد يجعل من الصعب إنجاب طفل. تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية مثل طبيب أمراض النساء أو أخصائي الخصوبة إذا كنت تواجه مشاكل في إنجاب طفل. ما هي مشاكل المثانة التي يمكن أن يعاني منها الرجال والنساء المصابون بالسكري؟ يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب في المسالك البولية، مما يسبب مشاكل في المثانة. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن والسمنة أيضاً إلى زيادة مشاكل المثانة، مثل سلس البول UI. تعتبر إدارة مرض السكري جزءاً مهماً في منع المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى التبول الزائد. قد يكون فريق الرعاية الصحية الخاص بك قادراً على مساعدتك في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم ومساعدتك على إنقاص الوزن إذا لزم الأمر. يستخدم الأطباء اختبارات الدم والبول لتشخيص مشاكل المثانة أو الحالات التي لها أعراض مشابهة. قد يستخدم الأطباء أيضاً اختبار ديناميك البول لمعرفة نوع مشكلة المثانة التي تعاني منها. مشاكل أيضاً مثل ما يلي: التبول المتكرر والعاجل، مشكلة الذهاب أي شعورك الدائم بامتلاء المثانة وعدم قدرتك على الذهاب للخارج بسبب هذا الامتلاء، تسرب البول مثل مشاكل سلس البول وعدم التحكم في المثانة، التهابات المثانة. كيف يمكنني منع وعلاج مشاكل الجنسية أو المثانة؟ يمكن أن تساعد إدارة مرض السكري في منع تلف الأعصاب ومشاكل السكري الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جنسية ومثانة مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنك المساعدة في منع وعلاج مشاكلك الجنسية أو التحكم في المثانة عن طريق ما يلي: الحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول قريبة من الأرقام المستهدفة، أن تكون نشيطاً بدنياً، الحفاظ على وزن صحي، الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخناً، الحصول على مساعدة لأي مشاكل عاطفية أو نفسية. ختاماً، الجنس عبارة عن نشاط بدني، لذا تأكد من فحص مستوى السكر في الدم قبل وبعد ممارسة الجنس، خاصة إذا كنت تتناول الأنسولين.
يمكن أن يسبب ارتفاع وانخفاض مساواة السكر في الدم مشاكل أثناء ممارسة الجنس. قد تكون الاستشارة مفيدة أيضاً عندما تلاحظ تغيرات في الوظيفة أو الرغبة الجنسية. هذه الأنواع من التغييرات شائعة جداً مع تقدم الأشخاص في العمر أو التكيف مع المشكلات الصحية. قد تجد أنه من المفيد مشاركة مخاوفك وجعل شريكك ينضم إليك في مكتب الطبيب أو في الاستشارة. قد يتمكن أصدقاؤك وعائلتك أيضاً من دعمك إذا كنت تعاني من مشاكل في المثانة.